والمبادرة لشن حرب عصابات طويلة الأمد على القوات سواء العراقية أو القوات السورية والمتحالفة معها. وأعتقد بالعراق كان النجاح أكبر، يعني القوات الملاحظ على، يعني ننظر إلى الخريطة على الأرض يرى أنه التنظيم نجح نجاح كبير في إعادة تنظيم قواته، والآن هو يأخذ زمام المبادرة. عليك تشوف الحكومة يعني كرد فعل على كل عملية تصير يبدأون بحملة اعتقالات عشوائية على أمل أنه يلقون القبض على واحد أو اثنين ممكن يأخر العمل، لكن الواضح هاي عمليات الاعتقال العشوائية ما بها أي نتيجة لأنه ما لها هدف محدد. يقولون لعله ممكن، يعني إذا مسكنا 100 واحد لعله 5-6 من عندهم نمسكهم يتأثر العمل، لكن الواضح أنهم ما يصلون إلى نتيجة. معلومات الجانب الاستخباري في هذا الأمر، الحكومة تعاني من ضعف شديد في هذا الأمر، لا تعرف ما الذي يفكر فيه التنظيم، كيف يعمل، كيف يدخل المقاتلين، والدليل على ذلك نجاحهم بالدخول إلى قلب بغداد والقيام بالعملية الأخيرة في ساحة الضيعة. طيب بأي لحظة مناطق ديالة تشهد سخونة عالية لكن لا يوجد تركيز إعلامي عليه، يعني أيضا كان هجوم البارحة، كان هجوم على المناطق اللي قريبة من خانقي، مناطق جلولاء، أتوقع أنا كنت أتوقع أنه جلولاء بأي لحظة تسقط منطقة جلولاء بيد التنظيم، فالتنظيم رجع يشن هجمات كبيرة، لا زال يمتلك القدرة على المبادئة. إلى الآن القوات العراقية ما امتلكت زمام المبادرة، تعلن عن القيام بعمليات تفتيش وكذا لكن تنتهي إلى لا شيء، بل البيانات اللي تصدر عن العمليات بيانات مضحكة، يعني لو أنا مسؤول عسكري أعاقب ليصدر هذا البيان، بيان مضحك، عثرنا على قنينة غاز، عثرنا على أدوات للطبخ، عملية عسكرية تعثرون على هاي الأمور، هذا يعني استهزاء حتى بعقول الناس. لكن على الأرض التنظيم يثبت كل يوم وجوده كير، الحكومة غير قادرة على أن تنهي تنظيم الدولة أبدا، واللي يقول غير هذا الكلام يضحك عليهم، يعني هناك من القادة العسكرية غير قادرة من أي ناحية؟ عسكريا على الأرض ما تقدر تنهي، يعني الحكومة تقصد أن المقاربة الأمنية فشلت وستفشل دوما؟ ستفشل عموما، المقاربات الأمنية أثبتت فشلها ليس في العراق، شوف الآن في دولة مثل مصر، يعني مصر عموما هادئة لكن ولاية سيناء مشاكلها ما تخلص، والجيش المصري بمساعدة من إسرائيل ومن أمريكا ومو قادر ينقض عليهم، وفي سوريا نفس الموضوع، وفي الصومال نفس الموضوع، المقاربات الأمنية فاشلة لن تستطيع الحكومة. لكن حق ذكرت أنه لا تستطيع أن تقضي عليهم، معنى كذا أن التنظيم اليوم بعد كل الإعلانات أن التنظيم قد انتهى وتنظيم وكل المناطق قد حررت من تنظيم الدولة، ما زال التنظيم موجودا موجود على الأرض، والحكومة تعلم هذا شيء أكثر مني ومنك، تعلم أنه التنظيم موجود وبقوة ويسبب لها إشكالات، الحكومة غير قادرة على التعامل مع هذا الملف، لا يوجد شخص ممكن يتعامل مع، عبارة عن خراب أنقاض. بعد 3 أو 4 سنوات إلى اليوم لا زالت المدن هذه أنقاض وخرائب، بالعكس صاروا يضغطون على الناس، الظلم زاد على الناس، اعتقالات، أتاوات، إذا تريد تعمر بيتك لازم تدفع أتاوة، هذا يولد رغبة لدى الناس بخروج الجيش والحكومة، ما يعني هذه مو حياة، يعني أنا عايش في بيتي لازم أدفع أتاوة، هذه أكذوبة أنه تم تحرير المدن، هذا المصطلح مصطلح صار بغيض على النفوس، يعني أنتوا دمرتوا المدن ما حررتوها، تدمير هذا مو تحرير. ثم بعد ذلك يعني ظلم الناس بعد ما دمرت بيوتها وتبهدلت ونسحت من مناطقها وانتوا بعدها تظلموهم، فهنا البديل، يعني الناس تعرف انت تحتاج الى من ياخذ لها حقها،
هنا يأتي تنظيم الدولة ليحل محل إنه أنا اللي ممكن أرجع لكم حق. أنا إذا سقطت المدن حرا خليكم ترجعون. الحكومة يعني مخلية الحشد بالوجه والناس. معقول أن الناس في المناطق السنية ترى ذلك اليوم؟ والله أنا يعني ترى أن تنظيم الدولة المخلص من ظلم الحكومة العراقية؟ أنا أتكلم لك عن كلام المناطق. الناس يعني وصلت حالة من الإحساس بالظلم صارت تساعدهم. كيف يرجع التنظيم؟ تساعد التنظيم. يعني البعض يقول هذا تحريض وهذا شو تقول على المناطق السنية؟ لا، هي حقيقة. التنظيم لديه أتباع ولديه أنصار بين الناس، بل هناك أناس يرون أنه هاي الحكومة ما حد يأدبها غير التنظيم. هذا لا يعطي أثناء السيطرة على مدينة الموصل كم مقاتل دخل للمدينة؟ 300 فقط. لكن لما دخل المدينة كانوا آلاف الشباب قد رحبوا بهذا التنظيم ودخلوا وياه وتمكنوا من السيطرة على المدينة. إذا عندك مجموعة حرب العصابات، أي قائد عسكري الآن موجود في الجيش العراقي أو خارج الجيش العراقي ما قاري له كتاب عن حرب المدن، حرب الأنصار، حرب العصابات؟ لابد يعلم أنه هذه العصابات تنهك أكبر جيش نظامي. مدن تسقط والناس نفسهم راح يقفون مع تنظيم الدولة. تقصد هناك استعداد؟ هذا الواقع بسبب بطش الحكومة والحشد الشعبي، بسبب الإشكالات اللي يسوون. معناها هناك نار تحت الرماد، قد تسقط الموصل قد تسقط. أنا أقول اللي تسقط ممكن مدن صغيرة ممكن تسقط، لكن المدن الكبيرة أيضا ممكن تسقط. وهو رجعنا لنفس الموال اللي كان موجود قبل 2014، صارت تراكمات بعد ذلك الوضع انفجر. ومن ينفجر الوضع من الصعب السيطرة عليه. وزير الدفاع لما يتكلم، هو من مناطق، من صلاح الدين، هو رجل من مناطق بيجي، هذا الرجل لما سألوه هو والقادة العسكريين اللي يعرفون يعني ما الذي يجري، قال احنا ما نقدر نحط في كل متر عسكري، ما نقدر، مستحيل، لا يمكن. انت تتكلم عن جيش وقوات امنيه تعدادها حوالي 1,000,000، طبعا مو عدد مبالغ، مو 1,000,000 تقريبا 3-4 مليون. هذا 3-4 مليون على الارض بالنسبه لخارطه المناطق الساخنه لا شيء. طيب مو فراغ امني على الارض، انت تتكلم عن مساحه بلد على الاقل المناطق المنتشره بها نقول خلينا نقول 100,000 كيلومتر، شلون تقدر تسيطر عليها؟ 100,000 كيلومتر ما تقدر تسيطر عليها بجيش تعداده 1,000,000، ما تقدر. لولا الحماية والسيطرة الجوية الأمريكية قد ينهار العراق خلال أسابيع. تنظيم الدولة يسيح مرتلوخ يرجع يأخذ المناطق نفسها، هاي إذا ما وصلوا لبغداد. خصوصا لما صارت بعد 2014 التنظيم تمكن من الهجوم من محور اليوسفية اللي هو جنوب غرب بغداد، لم يستطع إيقاف التنظيم غير الطيران الأمريكي، هو اللي وقف. أما أنه تنظيم الدولة العلاقة بإيران فهذا كذب جملة وتفصيلا، لا يوجد أي نقاط التقاء معهم، لكن الإيرانيين مع هذا الأمر التنظيم ما عنده. وإلا لو كان بومبيو صادق في هذا الأمر يتفضل يقول لنا وين وجه التعاون، شون شكله. أنا قلت لك مع القاعدة شرحت لك شنو الوضع، لكن تنظيم الدولة لا يمتلك أي علاقة بإيران. وهذا الأمر كان الغرض من عنده، هذا الكلام كانوا يقولون أنه إيران لها علاقة وكذا، كان لغرض التسقيط. كانوا السياسيين العراقيين تسقيط تنظيم، يعني تسقيط التنظيم. ليش؟ إيران في الوسط السني العراقي مكروهة جدا، ما حد يحبها، بل حتى في بعض الأوساط الشيعية مكروهة. فكيف ندمج هذول اثنيناتهم ونسقطهم أنه ذول عندهم علاقة؟ لكن هذه كذوبة. هذين التفجيرين وهذه العمليات وهذا النشاط، من وجهة نظرك اليوم ما هي أبرز رسائل التنظيم، سواء رسائل داخلية توجهها للداخل أو رسائل خارجية؟ الرسائل كالتالي للناس، عموم الناس، أنه إحنا موجودين، يا سنة إحنا بعدنا القوة اللي تدافع عنكم وترجع لكم حقوقكم، وإحنا موجودين.
وإذا تريدون كذا تعالوا معنا. للحكومة أنه إحنا قادرين على أن نضربكم في أي مكان نختاره، في أي مكان. وقبل هاي العملية التنظيم قام بعملية في وقتها قبل أيام، يعني مو طويلة، في منطقة الرضوانية، والرضوانية مدينة يعني لصق في بغداد، وقبلها عند منطقة سيطرة الصقور أيضا يعني قاموا بعملية، وقبلها كانت هناك عمليات في منطقة الطارمية وشمال بغداد. أنه الخطر بدأ يقترب مرة أخرى من بغداد، فالحكومة ردت فعلها الآن بعد هاي العملية أنه ما تعرف شو يسوي، هناك تخبط، ما يعرفون شو يسوون الحكومة لأنه ما يمتلكون أي معلومات عن هذا الأمر. فهذا اللي صاير. هاي الخطر الأكبر أنا اللي أشوفه، خصوصا يعني بالنظر إلى ساحة العمليات التنظيم، الخطر موجه إلى إيران. إذا استمر التنظيم بتركيزه على محافظة ديالة، ومحافظة ديالة مرشحة أكثر من غيرها، إذا سقطت بيد التنظيم أو على الأقل مناطق واسعة، فراح يكون التنظيم على مرمى حجر من الأراضي الإيرانية، والإيرانيين حساسين تجاه النقطة. التنظيم ما عنده مشكلة مع الكويت، أو لا يوجد إلى تواجد قرب مناطق الحدودية مع الكويت، والكويت ما عندها مشكلة، وحتى المملكة العربية السعودية المناطق اللي يتواجد بها التنظيم مناطق صحراوية مفتوحة تجاه المملكة، لكن أكو مشكلة هي منطقة النخيب اللي تابعة للأنبار لكن مسيطرين عليها الحشد. في سوريا تدري الحدود مفتوحة، يعني يمكن أن يتنقل التنظيم. مو يمكن، هو يتنقل مازال.